شرفني باسم فريق العدالة والتنمية أن أتدخل لمناقشة مشروع قانون 61-09 المتعلق بتصفية ميزانية 2008. واسمحوا لي السيد الوزير، أهنئ الحكومة، وليس من عادتنا تهنئتها، ولكن عندما تقوم بشيء إيجابي نفعل ذلك باحترام هذا القانون الذي ينص على أن القوانين التصفية يجب أن تقدم خلال سنتين بعد القانون المعني بالأمر، وهذا شيء إيجابي حرصت الحكومة على تداركه، فتهنئتنا لها بأجل ذلك. لكن في نفس السياق التي نهنئها نعاتبها كثيرا على عدة أمور. الأمر الأول يتعلق أساسا بالإصلاح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية، فبقدر ما هي تتحرص على أنها تجيبنا القوانين ديال التصفية خاصها تدير مجهود للقانون التنظيمي للمالية الذي طال انتظاره، فيمكن أن أقول منذ العهد الأول ديال السيوة العلو مرة أخرى، ونحن نسمع على أن هناك وهناك وهناك وفي دهاليز وهو راه مشى وجاء إلى آخره، ونحن الآن في 2011 ولا زلنا ننتظر هذا، وحتى أصبح بالفعل منتظرا لضرورة الإلحاح عليه. السيد الوزير المحترم، عندنا مجموعة من الملاحظات على القوانين على المشروع ديال التصفية، ملاحظات متعلقة بالإشكال ديال الشفافية الموازناتية، إشكال ديال التقديم ديال التصفية بالأهداف والنتائج، الإشكال ديال عدم الإنجاز، والإشكال ديال التدبير القانوني للميزانية المصادقة عليها. فيما يتعلق بالإشكال الأول وهو الإشكال ديال الشفافية الموازناتية، يتضح من خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المتوفرة لدينا، سواء التقرير المرفق، وهذا لأول مرة الحكومة تجيب لنا التقرير المرفق، بالإضافة إلى التقرير ديال المجلس الأعلى، بالإضافة إلى التفاصيل والإحصاءات المقدمة على أن هناك إشكالات حقيقية تتعلق بالشفافية الموازناتية لعدة اعتبارات. أولا أن الحكومة لم تقدم جميع الوثائق العامة والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين، يمكن نقول جزء من هذا ناتج عن السرعة في محاولة أننا نحترم القانون في هذا يتعلق بالسنتين، فالحكومة لم توفر مختلف هذه الوثائق العامة والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين، كما أنها برز على أنها ما عندهاش كفاية في المعطيات المتوفرة، وخاصة من طرف الوزارة ديال المالية اللي مفروض منها الشفافية ومنورود فيها الحكمة المالية ودايرة برنامج ديال الإصلاح. يتجلى ذلك في مجموعة من الملفات المتعلقة أساسا بالنفقة ديال التسوية، وفي الموضوع ديال باقي استخلاص وهو كيفية ديال الاستخلاص، في العملية المؤقتة التي جرت خلال 2008، في عدم توفير المعطيات الخاصة بتطور الحساب الجاري للخزينة، وهذا إشكال حقيقي باعتبار أن هذا الحساب هو الذي يحصر مجموعة من المداخل والنفقات ديال الدولة، وبالتالي ما وفرتش المعطيات الضرورية عليه الحكومة، بالإضافة إلى اعتماد المقاصة من طرف الخزينة فيما يتعلق مجموعة من المنتوجات، سواء في لاتي في آ والحصة ديال الجهات إلى آخره. وهذه المحصة شفتنا حتى في التقرير ديال المقاصة، شفت التقرير المعتمد من طرف اللجنة وقع فيها واحد النوع ديال اللبس مع صندوق المقاصة، وهما شيئان مختلفان، أرجو أن يتدارك. فالمقاصة المعروضة هنا هي ديال الوضعية ديال الخزينة عندما تقوم في إطار النفقة ديال تي في أو إطار النفقة المحولة للجهات، أنها تقوم بعملية المقاصة خلافا للمادة 9 من القانون التنظيمي المالي التي تنص على أن ما خصهاش تكون هناك مقاصة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخطاء والمغالطات تحدثنا عليها في الصباح في اللجنة ما غاديش نرجع لها، المحملة في التقرير المرفق، بالإضافة إلى أن الحسابات التي أعطيت لنا من طرف الحكومة فيما يتعلق بالسيجما غير منطبقة بتاتا لما يفرض أن تقدم بها هذه الحسابات، وخاصة المادة 25 من القانون المنظم ديال العمل ديال هذه المؤسسات وفيما يتعلق بالمدونة ديال المحاكم المالية من القانون 62-99، بمعنى أن المعطيات المقدمة لنا من طرف السيجما لا تخضع للقانون كما ينص على ذلك، وهذا اللي تجعلنا بالفعل أننا نقول أن هناك إشكالية حقيقية في تدبير المعطيات وفي شفافية المعطيات المقدمة، فالحكومة تتعطي ذاك المعطيات اللي عندها ربما متوفر والشيء الآخر لا توفره، هذا اللي تجعلنا حتى في المؤسسة الشرعية أننا حائرون من أمرنا، كيف يمكن أن نقول بالمصادقة وبالمطابقة ونحن لا تتوفر لدينا جميع المعطيات على الميزانية ديال 2008، وهذا اللي تجعل الإشكال حقيقي في العمق ديال التصويت الذي سيتم اليوم. الإشكال الثاني السيد الوزير متعلق بالعدم تقديم قانون ديال التصفية
وفق الأهداف والنتائج. المفروض أننا عندما نقيم سياسة الحكومة وتنجح أو تصفية مدى أنجز ومدى لم ينجز، كان من المفروض على أن يقدم ذلك في إطار رؤية واضحة متعلقة بالأهداف المبرمجة والمسطرة من طرف الحكومة في إطار ما دا حدد ومدى أنجز. على هذا الصعيد نجد أن بالفعل هناك إشكالية حقيقية، باعتبار أن التقديم الذي جاءنا هو تقديم كلاسيكي يتعلق بالموارد في عموميتها والمنافقات في عموميتها، وتعطينا واحد الحاصل، وهذا الحاصل نقدمه على أساس أن يقبل هكذا في عموميته دون أن ندخل إلى الأهداف الإجرائية المعتمدة من طرف القانون المالية ديال 2008. وبالرجوع إلى هذه الأهداف نجد على أنه نعطي غير نماذج ديال عدم التحقيق، ولو أنه كان هناك تقديم ديال القانون ديال التصفية وفق الأهداف كان غتبان الإشكاليات الحقيقية وعمق الإشكاليات على أساس إمكانيات استدراكها في القوانين الأخرى. فالهدف الأول اللي جاء في القانون ديال 2008 ينص بالحرف على ضرورة تأهيل الاقتصاد للرفع تحديات الانفتاح والتنافسية، هذا هو الهدف ديال القانون المالي ديال 2008. لكن عندما نأتي إلى الإنجازات ماذا نجد؟ أن الجزء الكبير المتعلق بالإطار الماكرو اقتصادي اللي عنده علاقة بالانفتاح والتنافسية وقع في خلل وتراجع حقيقي في 2008، بمعنى أن هذا الهدف، العمق ديال الهدف الأول لم ينجز. تدل على ذلك المؤشرات والإحصائيات، عنده علاقة الانفتاح والتنافسي عنده علاقة بالمداخل ديال المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت في 2008، عنده علاقة بالمداخل السياحية تراجعت في 2008، وخاصة أنه رغم أن العدد الليالي كما قلت في هذه الصفحة زاد، ورغم أن عدد السياح زاد وحصلنا فقط 55 مليار وهو تراجع أيضا في النمو في عمومه، النمو اللي عنده علاقة بالجانب الإنتاجي والخدماتي، وفي الخدمات الشق المعروف لارتباط بالانفتاح والخارج، بمعنى أننا لم نصل إلى 4% ديال النمو عوض 6.6% التي كانت مقررة في 2008 من خلال البرنامج، بالإضافة إلى ارتفاع العجز الحاصل في ميزان المعاملة التجارية إذا ارتباط واضح مع الهدف ديال الانفتاح والتنافسية، ارتفاع العجز ديال ميزان الأداءات. إذن كلها مؤشرات رقمية تدل على أن الحكومة في هذا المجال بالضبط عجزت عن تحقيق الهدف الأول، ولو أنها سلكت نفس التقديم الذي قدمته لمحاولة ربط الأهداف التي قررتها بالنتائج المحصلة في قانون التصفية لوجدنا على أن هناك إشكالات حقيقية على صعيد هذا الربط. الإشكال الآخر متعلق بعدم الإنجاز. فالهدف من القانون ديال التصفية أساسا ما هو؟ هو معرفة مدى إنجازات الحكومة وإخفاقاتها على أساس التضارب. ماذا نجد؟ نجد على أن الأرقام التي قدمت لنا وحتى أن التقديم الذي تفضل به السيد الوزير اليوم في المنصة يعطي الإطار العام الماكرو، يعني بمعنى إذن تقول على أن نسبة الإنجاز بالفعل وصلت واحد المستوى، لكن إذا حاولنا التفصيل فهاد نسب الإنجاز غادي نلقاو حقيقة إشكالات حقيقية. فباش نوصلوا مثلا لواحد المعدل ديال 30، في واحد الجهة حققنا 90 وفي واحد الجهة أخرى حققنا ناقص، باش نجي في 30 إذا 90 ناقص 30، باش جينا 60 قسموها على جوج عطينا 30، فمن بين ناقص 30 و 90 راه كاين فريق كبير، حنا راه قلنا عندنا معدل ديال 30، فالسيد الوزير تكلم على المعدل ديال 30 كمعدل لكن ما تكلمش على زائد 90 وناقص 30، وهذا هو الإشكال، أن هنا إشكالات هذه اللي خلق خلل في المنظومة الموازناتية ديال الميزانية 2008 كما سأوضحه. فمثلا الاستثمار الذي كان دائما ديدنا الحكومة في 2008 و 2009 و2010، الأرقام التي تعطى الاستثمار العمومي وفق 103 مليار ومن بعد سنة 140 والسنة اللي مضات قبل 2011 160، لكن على صعيد الإنجاز نجد أن هناك إشكالات حقيقية. فمثلا الميزانية العامة في عمومها بمعنى الاستثمارات القطاعية القطاعات كلها لم نصل إلا إلى معدل الاستثمار 72-73%، بمعنى أن أكثر من الربع إن لم يكن الثلث ديال الاستثمار اللي هو مقرر ومصادق عليه لم يتم الإنجاز دياله، بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار وتحدثت عن ذلك في الصباح فيه إشكال حقيقي، وهنا خصنا في ندركوا بوعي الإشكالية المطروحة على صعيد الاستثمار، هو أن الوزارة المالية في تكاليفها المشتركة، تحدثوا عن ذلك في تكاليفها المشتركة، وليس في الاستثمار المباشر المعني به التجهيز المعني به تطوير الأداة الاقتصادية والإنتاجية، وزارة المالية في التكاليف المشتركة تنجز ثلث الاستثمار العمومي المقرر في الميزانية العامة، وإذا زدنا على وزارة المالية في التكاليف المشتركة وليس في الاستثمار ديالها الحقيقي زدنا عليها وزارة الإدارة ديال الدفاع
غادي نلقاو 50% ديال الاستثمار العمومي في هاد الوزارتين ولا في هاد المؤشرين، بينما 30 قطاع وزاري الكل منه التجهيز منه الى اخره لا يمثل الا 50% من الحصه ديال الاستثمار. فاذا حذاري حذاري من السقوط في التعميم ومن التبجح بواحد المجموعه ديال الارقام اللي هي ماكرو، لكن الا دخلنا للتفاصيل غادي نلقى ان هناك خلل، وقانون التصفيه ديال 2008 يبرز الى عمق الخلل، نسال الحكومه ان تتدارك هذا الخلل، بالاضافه الى ان هناك وزارات تعطاها ماليه للاستثمار ولكن لا تستثمر. عندي ارقام وزاره الخارجيه، وزاره الاوقاف، وزاره العدل، تستثمروا 18 حتى 20% من داكشي اللي عندهم. علاش؟ الله اعلم. كنا نتمناو على انه بالفعل ان تسال هذه الحكومات. فوزاره الاوقاف 18 20، وزاره العدل مع المشاكل اللي كاينه الى اخره تستثمر 20%، فاذا هناك اشكالات وتساؤلات حقيقيه. بالاضافه الى ان مرافق الدوله المسيره بطريقه مستقله اللي كنا تنبغيو انها تكون رؤيه مستقبليه للطريقه ديال التدبير المالي اللي عطينا واحد النوع ديال الاستقلاليه، لم تستثمر الا اقل من ربع ميزانيتها المخصصه للاستثمار. فالاشكالات الحقيقيه هي على هذا الصعيد، وبالتالي سالنا الحكومه ولازلنا نسائلها ان يسائلها على هذا الاشكال، بالاضافه الى شائعه من الشائعات التي تبرز دائما في الخطاب الحكومي وان نفقات الموظفين عموما هي مبالغ فيها وكثيره، وان الاشكال اللي عندنا هو في النفقات ديال الموظفين. قانون ديال التصفيه ديال 2008 تيبرز على ان نفقات الموظفين لم تتطور بالطريقه السلبيه التي يراد ان يشاع بها هذا الامر، باعتبار انها لا تمثل الا اقل من 50% من نفقات التصمير في عمومها، وانها كانت اقل في 2008 من نفقات ديال الموظفين في 2005، وهذا امر يجب اعادته ترسيخه في الاذهان حتى يكون هذا الامر ايجابيا. الاشكال الاخر تكلمت عنه هو الموارد. الموارد فيما يتعلق بالإشكالية ديال الإنجاز، فالإنجاز ديال الموارد العادية تتبعوا معي في دولة بحال المغرب في الأزمة 2008 ننجز الموارد ديال الميزانية العامة ب 123% زائد 23%. حنا عندنا الأزمة وتنقولوا الأزمة والتداعيات ديال الأزمة، ننجز أكثر، بمعنى أن ماشي غير التلميذ النجيب فقط ولكن داكشي فوق النجابة، بمعنى كون كانت زائد 2 زائد 3 زائد 5 امر مقبول، لكن زائد 23% في الموارد فهادو حتى جميع الدول المتقدمه غادي يجيو ياخذوا الدروس من عندنا، لانه هما مساكن حاصلين عندهم ناقص في الموارد وعندهم صعوبات وحنا تنحقوا 23، بمعنى انه ولينا مدرسه حقيقيه ديال التدبير وديال الشفافيه وديال النجاعه في التدبير، لان حقنا زائد 23%. الا جينا الموارد اللي وشفناها غادي نلقاو اشكالات، إشكالات عميقة. الإصلاح الضريبي الذي أريد لهذا المغرب تجعل على أنه في هذه السنوات 6 و 7 و 8 المداخل الضريبية بشكل لا يتصور انفجرت، زادت بزاف. المداخل اللي معروفة، المداخل الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الحكومة تتوقع أن تحصل على مبالغ معينة وتحصل على أكثر من 20 أكثر من 30% في بعض المواقع. هذا يطرح علينا تساؤلات حقيقية بالعمق، واش هذه الحكومة الموقرة واعية بدك الشيء اللي تتقول لنا في التقدير ديالها ديال 2008 في الميزانية وبالتالي تجاوزتها، أو أنه بالفعل يتم التخفيض من التوقعات الاعتبارات نحن في المعارضة لا نعلمها في العدالة والتنمية. أما هو الإشكال، لأن الإشكال حتى في الزيادة من تجيب بزاف تولي فيها إشكال، راه ماشي دائما تكون إيجابية، لأن حنا تنديروا الحساب والكونتابيليتي تنصفيه وخصنا تكون عندنا هذه الأمور واضحة، وبالتالي تطرح إشكال حقيقي في هذا الصدد، مما جعل على أن الضغط الضريبي هو جد مرتفع في هذا المجال، وعندنا إشكالات تكلمت عليها وغنزيد نتكلم عليها، وبعض المداخل التي لم، رغم هذه الإضافات اللي عندنا في الموارد، الموارد الأخرى غير الضريبية وغير الجبائية لم يتم التحصيل ديالها. عطيت نموذج ديال لو سي بي اللي ما تتعطيناش ذاك المبلغ اللي كان محدد لها، عطيت البريد المغرب المكتب تاعو ما تيعطيش، المكتب ديال المطارات ما تيعطيش، هادو ديال الرهانات والترسي ما تيعطيوش، بمعنى هذه المؤسسات غير بربعه ما عطاوش للدوله مليار درهم الذي صادقنا عليه نحن في البرلمان. لماذا؟ تساؤلات هي مطروحه ونعيد طرحها. الاشكال علاش الحكومه ما دخلتش هذه المداخيل من عند المؤسسات الكبيره واللي جزء منها تحقق ارباح، وبالتالي الاشكال تبقى مطروح. احاول السيد الرئيس الاختصار. الاشكال الاخير بعجله هو اشكال ديال التدبير القانوني للميزانيه والمصادقه عليها. حنا تنعرفوا في العرف ديال اعداد الميزانيات هو انه الميزانيه من تيوقع التغيير ديالها بطريقه اللي تتفوق 3 4% يطرح سؤال قانوني، هل يقدم مشروع تعديل الميزانيه خلال السنه؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الخبراء، لكن يبدو انه في الحكومه المغربيه لا تباهي بهذا الموضوع ودار التعديل في صندوق المقاصه وضفت له خلال 2008 بمقتضى مرسوم ديال يوليوز
2008 ضافت 14 مليار للصندوق المقاصة دون أن تقوم أي قانون تعديلي للميزانية، كما أنها خضعت المؤسسات الأولية للميزانية العامة للدولة المصادقة عليها من طرف البرلمان، خضعت لتعديلات عديدة، فقط 36 مليار درهم ونص، بمعنى أن حوالي 15% من الميزانية يغير بمرسوم دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية. وهذا اللي تيطرح السؤال الحقيقي حول مصداقية التدبير القانوني للميزانية. أختم السيدة الرئيس بهذه الإشكالات التي تفضلت بها، بالإضافة إلى إشكالات تتعلق بالضعف تتبع الترحيلات، عدم الإدلاء بالأسباب الكاملة وراء الترحيلات، عدم التنفيذ الكلي لبعض الالتزامات المرحلة، عدم القيام بتخفيض الالتزامات المتعلقة بالاعتماد المتقبل، الأخطاء وأقول الأخطاء في التنزيل المالي عند تسجيل العمليات المحاسبية من طرف المحاسبين العموميين، الفروق الناقصة في عديد من الحسابات وغيرها من الملاحظات الممكن الاطلاع عليها، يتضح لنا على أن هناك إشكال حقيقي في القانون التصفية المقترح عندنا ولا في المشروع، وبالتالي لا يمكننا في هذا الإطار إلا أن نصوت عليه بالرفض. شكرا السيد الرئيس، وأعتذر عن